وللمزيد حول بيان الميثاق الوطني العراقي معنا الشيخ أحمد الغانم عضو اللجنة العليا للميثاق. مرحبا بك معنا الشيخ أحمد الغانم. الميثاق أكد بأن العراق يشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغياب القانون. من المستفيد برأيك من الانفلات الأمني الذي يعيشه العراق؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. بالنسبة لا زال المواطن العراقي والعراقيين بصورة عامة يعيشون في دولة الأحزاب والميليشيات والعصابات المرتبطة بقوى خارجية. هذه القوى تريد العراق ولشعبه الشر والفوضى والدمار، وأن يعيش هذا الشعب في انتهاكات إنسانية خطيرة دائما. هذه الميليشيات المسلحة المرتبطة بقوى خارجية لا زالت لحد الآن تتحكم بمصير المواطن العراقي وتهدد الأمن والسلم في العراق. ونلاحظ أن حرق الأراضي الزراعية، نعم سوف نأتي على الأراضي الزراعية. نعم نعم نعم، الحقيقة هذا الوضع اللي يعيش العراق، هناك قوى خارجية مستفيدة من هذا الوضع. نعم. أن يبقى العراق يعيش هذه الفوضى، يبقى العراق يعيش تحت ظل الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها المواطن العراقي. نعم. لكي تستفاد هي من واردات العراق وتكون اليد الضاربة وصاحبة القرار السياسي في العراق، لأن هناك قوة داخلية مرتبطة بهذه القوى الخارجية التي تريد الدمار للعراق. نعم. شيخ أحمد، يعني ما الهدف من إحراق المحاصيل الزراعية؟ أنتم تحدثتم في البيان بيان الميثاق الوطني العراقي، من المستفيد؟ من هي الجهة التي تقف خلف هذه الحرائق برأيك؟ والله الحقيقة يعني واضحة هذه الجهة التي تدفع بميليشياتها المسلحة للقيام بحرق الأراضي الزراعية، وخاصة تستهدف محاصيل الحنطة والشعيرة. والمستفيد الأول من هذه العملية هي إيران، لأن العراق كل استيرادة للمحاصيل الزراعية هي من إيران، وإيران لا تريد العراق أن يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وأن يقف عن استيراد المحاصيل الزراعية من إيران، ولهذا تعمل على دفع هذه الميليشيات المرتبطة فيها لحرق هذه الأراضي الزراعية، وحرق ممنهج وواضح ومتعمد أيضا. نعم. أين دور الحكومة من كل هذه الحرائق التي تحصل في مزارع الحنطة والشعير في العراق؟ كلما أراد العراق أن يقترب من الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير تبدأ هذه الحرائق، أين هي الحكومة من كل هذه الحرائق؟ حكومة بغداد المتعاقبة الحالية واللي قبلها تتجاهل وبصورة متعمدة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأراضي الزراعية، التي تعد هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية. مع الأسف الحكومة تتجاهل هذا الموضوع، وأيضا نشاهد أن الحكومة هي لم تتخذ أي إجراءات لازمة ضد مرتكبي هذه الحوادث. لا. ولم تفعل على تشكيل لجان تحقيقية. يعني نلاحظ أن هناك لجان تحقيقية أكدت أن هذا العمل هو عمل ممنهج وعمل تخريبي، ووراء أيادي خفية تعمل على تخريب الاقتصاد العراقي وتدمير الزراعة في العراق. ولهذا لم تتخذ الحكومة أي قرار أو أي شيء ضد هذه الأعمال الإجرامية. نعم. الشيخ أحمد الغانم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي كان معنا، شكرا جزيلا لك.